يهب المبارك، مرحبا بك في الترجي الرياضي التونسي، كنت قدم لنا روحك. مرحبا بك يهب المبارك، مولود 14 فيفري 92، عندي 21 عام، نلعب بريس بوليفالون، الير جوش الير جوش، ميليو دروا اكسيال، نلعب ساقين زوز. كنت تحكي لنا كيفاش بداو لي كونتاكت مع الاسبيرونس؟ والله بداو الكونتاكت سيمير كلمني من الاول قال لي اسكو تحب تجي تلعب في الاسبيرونس ولا لا، عطيتو قلت له اوكي نجي نلعب جماعه كبيره الكل، من بعد دخلت مع ديريكت كونتاكت مع سيرياد ومن بعد سي حمدي. كيل سون لي موتيفاسيون اكزاكت اللي خلاوك تجي وتصح في الاسبيرونس؟ جماعه كبيره يظهر لي الاسبيرونس العام تلعب اكثر ماتشات يعني في فيون كيف كنت انا. دوري اسبيرونس ديما تلعب شامبيونات كامل في تشامبيونز ليغ للاخر، تلعب في الكوب للاخر، يعني نتصور جيت لنا الجمعية كبيرة ما حاولت رجعة تونس باش نعاود نعمل ان شاء الله نعاود نرجع الفورمة نتاعي ونرجع كومبيتيتيف وان شاء الله نقدم لي ضغط للترجي تونس. يعني بوغ لونسي تا كارير سي اون بو دير سا. ان شاء الله مرة أخرى نرجع مرة أخرى يعني ترجي جمعية كبيرة نعاود واحد يرجع كما قلت لك البيوت نتاعي البرومي بيوت نتاعي هو باش نرجع كومبيتيتيف. كنت تقول لنا يهب شنو لو بوست دو بريديكسيون تاعك؟ نعرفوك بوليفالون تلعب في بوكو دو بوست، مي لو بوست اللي كو تو بريفير جوي. والله ما عندي حتى مشكل نلعب يعني وين يستحقني المدرب ولا تستحقني ليكيب اللي انا فيها نلعب في، ما عندي حتى مشكله يعني لي بوست كل جربتهم لعبت فيهم يعني ما عندي حتى مشكله، وين ترى يرى المدرب نجم نلعب ولا الجمعيه ناقصه في مكان ان شاء الله نبدا حاضر نعطي رضا. بوغ فينيغ كلمه جمهور الترجي. ذولي جيت باش مش ساهل واحد يرجع لفرنسا باش يعاود يرجع لتونس، جيت الجمعية كبيرة من أكبر الجمعيات في إفريقيا، جاي باش نعطي الإضافة وإن شاء الله طموحي هو اللي نهز أكثر التيتروات مع الترجي التونسي. محمد علي مرحبا بك سي الترجي. مرحبا بك ومرحبا بجمهور الترجي اللي باش يشوفنا. عقد بخمس سنوات في الترجي، كيف صار في كونتاكت مع الترجي الرياضي التونسي؟ صحيح عملت عقد خمس سنوات، كان كونتاكت قبل ما يتصلوا بالنادي الرياضي بنزرتي، عندي كونتاكت مع مسؤولي ترجي وقالوا لي جي معانا وكل شيء، وعطيتهم معناتها الاحتماليات اللي نجم نجي فيها، كان ما حبوش نادي الرياضي بنزرتي، يا اخي من بعد تفاهموا نادي بنزرتي وترجي ومشيت اموري واضحه من غير حتى مشكل. اليوم محمد علي في ترجي التونسي اكبر جمعيه في تونس، اكيد عنده اهداف مع الجمعيه هذه. صحيح أكبر جمعية في تونس، ماذا كل جوير ماذا بيه يلعب في التراجي، خاطر التراجي ديما يلعب على الألقاب ويلعب على البطولات، كل جوير ماذا بيه يهز برشا بطولات وبرشا ألقاب. أنا جيت للتراجي ساعة أول حاجة التراجي جمعية كبيرة وحبيت نلعب فيها، وجيت باش نهز بطولات وباش نلعب برشا ماتشات وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي نقدم البلوس الجمعية إن شاء الله. لازم في الشامبيونز ليغ ماكش باش تكون حاضر. خسارة إن شاء الله إن شاء الله عام الجاي، ما حبيت نلعب أما إن شاء الله عام الجاي إن شاء الله. آخر كلمة لجمهور الترجي، توجه لجمهور الترجي توتو ساقبل الكلمة هذه توتو، شنو هي سر التسمية نتاع توتو خاطر تذكرتها توا؟ صحيح من اللي صغير أنا من اللي صغير عيطوا لي توتو، حتى اللي كبرت قعدت فايت توا. كلمة لجمهور الترجي توتو مال؟ والله إن شاء الله ما يراو مني كان الباهي وهما يعرفوا محمد علي المهذبي معناتها في بنزرت كيفاش يلعب، إن شاء الله لهنا في الترجي مع الخدمة مع سي ماهر ومع الإطار الفني الكل إن شاء الله نقدم وإن شاء الله ما يراو مني كان الباهي إن شاء الله. ميرسي. سيف الدين العكر، سيف ساعة مرحبا بك في الترجي. وبيك عاشك. عقد خمسة سنوات مع الترجي التونسي، كيفاش بداوا الكونتاكت ساعة؟ كيفاش كونتاكتك هيئة الترجي؟ والله من بعد ما في المكتوب مع النادي الافريقي مشيت إعارة المستير صار كونتاكت، قعدنا باتصال مع بعضنا والحمد لله كيفات يعني السيزون، واحد جا لهنا وصح عقد مدة خمس سنوات، فرحان لعب شي لعب في الترجي وهيكا. لعب في الترجي التونسي يعني أكبر فريق في تونس، أكيد باش يضيف لك برشا حاجات وأكيد عندك برشا طموحات معه. بالطبيعة واحد ولا يحب تو يخمم يهز القاب وبالطبيعة واحد يلعب في الاسبيرونس يعني يلزمو ديما حاضر فيزيكمون، خاطر تبارك الله تلعب ماتشات برشا كومبيتيسيونات يعني ربع واحد وريتم عالي، ومش باش نقول انا يعني الاسبيرونس من احسن جمعية في افريقيا يمكن بريسك، وان شاء الله باذن الله نهزو تيتروات فيها ان شاء الله. اول انطباعاتك مع الاولاد في الجروب، كيف لقيت الاولاد؟
لا ديجا نعرفهم الكل يعني لعبت لهم كل حتى اللي ما كانش في الاسبيرونس وكان في جمعيه لعبت له نعرفهم بلاس الكل من خير صعوبات الولاد الكل نعرفهم اصحابي. اخر جمله كلمه جمهور الترجي سي. ان شاء الله نعطي كل ما عندي وان شاء الله ما نخذلهمش وان شاء الله ان شاء الله نفرحهم وكامل.